كيكه البرتقال دي انا هعملها دي عباره عن ايه؟ كوبايتين دقيق، كوبايتين دقيق، كوبايه سكر، كوبايه عصير برتقال، نص كوبايه من الزيت، 2 بيضه، معلقه كبيره بيكنج باودر، 3 معالق كاكاو عشان عايزاها غامقه، ربع معلقه صغيره بيكنج باودر او نص معلقه صغيره بيكنج، يعني حبه كده على حرف المعلقه، ماشي ربع معلقه شغاله، اللي هو بيكربونات الصوديوم اللي هو كربوناته، الكربونات، ومعلقه من بشر ايه؟ الليمون، بشر البرتقال. هاجي هنا هحط بسم الله 2 بيضه، بسم الله الرحمن الرحيم، اتنين بيضة، وأحط كوباية سكر، نشوف حل المعلقة، معلقة ده عايز نشوف حل أكبر شوية، كوباية سكر، نص كوباية زيت، ماشي، كوباية عصير برتقال، احفظوا كده بالترتيب ده، بشر برتقال معلقة كبيرة، البشر ثانية واحدة، البشر ده اللي هو الحتة الصفرة بس، ما تاخديش معاها البيض عشان ما تمررش، الحتة الصفرة خالص بس المبشرة كده الرفيعة، الحتة الصفرة بس، تمام كده؟ 3 معالق كبار كاكاو، واضرب ده كله مع بعضه معانا. نيجي بقى هنا، ادي كوبايتين الدقيق، معلقه كبيره بيكنج باودر، ربع معلقه صغيره كربوناتو، رشه الملح، واقلبهم مع بعض، تمام. فانا جايه بقى اللي في الخلاط وانزلهم عليها، واضرب كله مع بعضه بقى. يبقى في الشوكولاته مع البرتقال بيبقوا لايقين جدا، تديكي طعم مميز جدا جدا للكيك، طعم مختلف عن البرتقال وطعم مختلف عن الايه، عن الشوكولاته، طعم بين الاثنين كده. واصبها في الصينيه وادخلها الفرن على 180 درجه على الرف الوسطاني. نيجي بقى دلوقتي، انا عامله كيكه، والكيكه دي عايزه اعمل لها بقى الايه؟ الايسنج بتاعها. امال ما احنا فوضى ولا ايه؟ هناخد هنا كوبايتين من السكر البودره، كوبايتين من السكر البودره، هطعمها بعصير البرتقال وبشر برتقال عشان يعمل لي وش للايه؟ للكيكه. وحطي فيها بشر البرتقال.